الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة. تحت هذا الشعار انطلقت أعمال القمة 26 للاتحاد الإفريقي في هذه الدورة العادية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتناقش على مدار يومين الكثير والكثير من الموضوعات والتحديات والأزمات التي تواجهها القارة السمراء، وتناقش أيضا كيفية الخروج من هذه الأزمات وأمال وطموحات هذا المجتمع الإفريقي، وتوجه أيضا الكثير من الانتقادات على لسان بعض المشاركين إلى المجتمع الدولي، تتهمه أحيانا بازدواجية المعايير وتطالبه بإنصاف القارة السمراء ومساعدتها على النهوض والتنمية. ملفات كثيرة ناقشتها القمة الأفريقية على مدار يومين، نقلب صفحاتها مع ضيفتنا الكريمة في الاستوديو الأستاذة أسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أهلا بك أستاذة أسماء. أهلا. بالتأكيد موضوعات كثيرة ونقاط كثيرة ستتوقف عندها، خاصة فيما يتعلق بكلمات الزعماء المشاركين في هذه القمة، وأيضا الضيوف من بان كي مون وسيد محمود عباس وما إلى ذلك. ولكن اسمح لنا سنذهب سريعا ربما إلى تقرير يحاول أن يلقي الضوء على بعض النقاط التي تم تناولها خلال هذه القمة. بعد مشاركته في أعمال القمة الإفريقية 26 غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. القمة الإفريقية أقرت مبادرتي مصر الخاصتين بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في البلدان الإفريقية، وتمويل جهود الدول الإفريقية للتأقلم مع التغيرات المناخية والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، فضلا عن إقرار عضوية مصر في مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي. وخلال مشاركته في القمة أجرى الرئيس السيسي مباحثات مكثفة مع عدد من القادة المشاركين في القمة، من بينهم رؤساء نيجيريا والسودان وجنوب إفريقيا وكينيا، ونائب رئيس بوروندي ورئيس وزراء إثيوبيا وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس البنك الإفريقي للتنمية. وفي البيان الذي ألقاه الرئيس السيسي أمام لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ على هامش أعمال القمة، أكد الرئيس على أهمية استثمار العمل المشترك بهدف تعزيز الجهود استنادا إلى موقف إفريقي موحد في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية. كما عقد الرئيس السيسي لقاء مع كل من نيال دينج نيال رئيس فريق المفاوضين لجنوب السودان ووزير خارجية جنوب السودان برنابا بنيامين، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن نيال دينج نيال استعرض خلال اللقاء آخر تطورات تنفيذ اتفاق التسوية السلمية للأزمة في جنوب السودان، كما أعرب عن تقديره لمواقف مصر المؤيدة والمساندة لجنوب السودان في المحافل الإقليمية والدولية. وأضاف المتحدث أن الرئيس أكد خلال اللقاء على دعم مصر لكافة الجهود المبذولة لإعادة السلام والاستقرار إلى جمهورية جنوب السودان. مجددا اجدد الترحيب بضيفتي في الاستوديو الاستاذه اسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. اهلا بك استاذه اسماء مره اخرى. نبدا من العنوان او الشعار، عام حقوق الانسان مع التركيز على حقوق المراه. برايك لماذا تم اختيار هذا العنوان، خاصه وان هناك كما وصفها بعض المشاركين في المؤتمر ازدواجيه معايير، لان المجتمع الدولي ربما يوجه الكثير من الاتهامات الى القاره الافريقيه بان هناك انتهاكات صريحة وفجة لحقوق الإنسان. نعم بالطبع، القمة الأفريقية في كل عام درجت على اختيار عنوان لها، مرة عن التنمية وأخرى عن التعاون ومرة حقوق الإنسان. هذه المرة هي حقوق الإنسان بالتركيز على حقوق المرأة، وطبعا هذا هو هدف نبيل تسعى له جميع دول العالم، لكن في بعض الدول الأفريقية نالت المرأة بعض حقوقها وحصلت الشعوب على بعض حقوقها، لكن في عموم القارة الأفريقية هناك انتهاكات واسعة وجسيمة بالفعل كما ذكرتي لحقوق الإنسان، وعلى الأخص حقوق المرأة التي تنتهك في الحروب، سواء كانت حروب أهلية أو حروب بين دولتين على الحدود أو على سواها، أو الآن في الحرب على الإرهاب حيث أصبحت المرأة مستهدفة كما هو الحال على سبيل المثال في الفتيات الصغيرات التلميذات اللواتي اختطفتهن حركة بوكو حرام الإرهابية،
أو التي تستخدمهن الحركة ذاتها في التفجيرات، أصبحوا يعمدوا إلى استخدام المرأة في التفخيخ الأماكن وتفجيرها لأنه هي تكون في غير موضع شبهة، لا أحد يشتبه فيه أن هذه الفتاة الصغيرة يمكن أن تفجر أو المرأة أو غيرها، والمرأة تتعرض لانتهاكات واسعة، اغتصابات وانتهاكات واسعة تجري لها في الحروب في دارفور في الكونغو في جنوب السودان الآن في كثير من الدول الأفريقية، وتتعرض لأيضا سوء استغلال سواء في العمل أو في غيرها أو لا تحصل على حقوقها كاملة. أعتقد أنه هناك بون شاسع بين الشعار الذي رفعته القمة وبين الواقع الذي ترزح المرأة الأفريقية عموم المرأة الأفريقية. طبعا هناك من يتقدمها، هل هي محاولة يعني التأكيد أو إرسال رسالة إلى الخارج بأن ربما هذا طيب عذرا أستاذة أسماء، ولكن مضطرون أن ننتقل الآن إلى واشنطن لنقل وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري. مشاهدينا تابعنا كلمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والذي تطرق فيها إلى الوضع في سوريا انطلاقا من المؤتمر المنعقد في جنيف حاليا حول الوضع في سوريا والأزمة في سوريا. وجه الكثير من الانتقادات والاتهامات للنظام السوري والحكومات التي تساند النظام السوري بأنها هي سبب في تجويع الشعب السوري ومحاصرة السوريين. تطرق أيضا إلى بعض الأرقام وقال أن هناك حوالي 13.5 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدة، وأن 1% فقط من كل منطقة تتلقى المساعدات، وهذه المناطق ليست فقط المناطق النائية ولكن مناطق أيضا بالقرب من العاصمة السورية دمشق. تحدث أيضا على أو حث جميع الأطراف المتواجدة حاليا في جنيف إلى ضرورة الوصول إلى حل سياسي والمضي قدما حتى يخرج الشعب السوري من هذه الأزمة. إذن كان هذا كلمة أو كانت هذه كلمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول الوضع في سوريا انطلاقا من مؤتمر جنيف. ومرة أخرى أعود إلى ضيفتي في الاستوديو وموضوعنا لهذه الحلقة في المشهد، القمة الأفريقية والموضوعات الكثيرة المطروحة على طاولة القمة أو التي كانت مطروحة على طاولة القمة الأفريقية. مجددا أرحب بالأستاذة أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أستاذة أسماء يعني طيب دعينا نتحدث أو نتطرق إلى بعض الكلمات التي ألقيت بالأمس في افتتاح، وتحديدا كلمة رئيس زيمبابوي روبرت موغابي توقف عندها الكثيرون، ولكن هذا هو دائما حال روبرت موغابي، ولكنه وجه الكثير من الانتقادات إلى المجتمع الدولي إلى الأمم المتحدة تحديدا، وكان ذلك في حضور بان كي مون، اتهمها بالازدواجية، اتهمها بأنها لا تساعد القارة السمراء ترفع شعارات فقط. كيف تم استقبال كلمة روبرت موغابي؟ طبعا هذا الكلام ليس جديد، لأنه الرئيس زيمبابوي روبرتو موغابي غالبا ما ينتهز الفرصة لتوجيه الاتهامات إلى خصومه في الغرب اللي بينصبوه العداء واللي اتخذوا إجراءات غالبا عقوبات ضد بلاده، وبالتالي هو ينتهز مثل هذه الفرص لتوجيه النقد لهم، وهذا النقد في الواقع بيقابل بردود فعل متباينة، لأنه المواقف في القارة الأفريقية ليست كلها على واحدة، هناك دول لها انحيازات للغرب وعلاقات متينة تربطها بالدول الغربية، وهناك دول أخرى تشعر بالغبن من النظام الغربي وتشعر بأن هناك بالفعل ازدواجية معايير وأن العقوبات الدولية والمحاكم الدولية وكل الإجراءات المجتمع الدولي لا توجه إلا للقارة السمراء فقط، وبالتالي ربما كان يلعب أيضا على بعض الأوتار الحساسة، لأنه في شعور دفين لدى الأفارقة أن هناك غالبا ظلم وقع عليهم من الغرب في الماضي عبر الاستعمار والعبودية ونظام التفرقة العنصرية، وفي الحاضر بالتبعية الاقتصادية والاستغلال أو يعني إساءة استغلال العلاقة بالدول الأفريقية ونهب مواردها أو علاقة غير متكافئة، شراكات غير متكافئة بين الدول الكبرى والدول الأفريقية، وبالتالي ربما كان هناك البعض معجب بهذه الكلمات من طرف خفي. يعني هي قبلت بالكثير من التسقيف
والترحاب. نعم يعني نعم، لأنه هناك شعور دفين لدى وهناك أوتار حساسة هو عزف عليها، حتى أشار إلى الرئيس الفلسطيني وقال له متى نقول أنك رئيس فلسطين. يعني أيضا يدغدغ مشاعر العرب وبعض الأفارقة الدول الأفريقية الأخرى اللي متعاطفة مع القضية الفلسطينية، أن هناك قضية احتلال أيضا لا تعترف بها المجتمع الدولي ولا يأتي لها بحلول عادلة. طيب لم يكن وحده الذي تحدث في هذا الإطار رئيس تشاد، وهي تشاد الرئيس الحالي للدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي إدريس ديبي، أيضا اتهم الغرب بالأزدواجية، وقال تحديدا أن أزدواجية معايير المحكمة الدولية إزاء الكثير من القضايا، تحدث عن هذه النقطة تحديدا. إذن يبدو أن هناك اتفاق ضمني فيما بينهم على توجيه الكثير من الاتهامات إلى المجتمع الدولي. بالطبع، والمحكمة الجنائية الدولية ينظر لها من بعض الحكام الأفارقة أنها أداة الدول الكبرى الغربية لتأديب من يريدون من الحكام الأفارقة إن هم خرجوا أو شقوا عصا الطاعة. المحكمة الجنائية الدولية كانت فكرة يعني ينشدها الأفارقة لتحقيق العدالة للشعوب، لكن وجدناها أنها في بعض الأحيان تستخدم بالفعل كأداة للضغط، يستخدمونها للضغط وقتما يرغبون ويرفعونها وقتما يرغبون، لكن العدالة في حد ذاتها. كثير من القادة الأفارقة وجهت إليهم اتهامات وصدرت ضدهم مذكرات. نعم. توقيف. نعم طبعا الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية أحداث دارفور، والرئيس الكيني وذهب إلى المحاكمة وبرأ نفسه رئيس الوزراء الكيني، وهناك أيضا اتهامات تلاحق يعني الآن سيف مسلط على كثير من القادة الذين يعني يرتكبون انتهاكات الآن أو في المستقبل. طيب هناك الكثير من النقاط التي تمت مناقشتها متعلقة بالقارة السمراء، منها الأزمة في بوروندي وما إلى ذلك، ولكن قبل أن يدهمنا الوقت نتطرق إلى المشاركة المصرية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وتحديدا من منطلق اختيار مصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي بتأييد كبير وتأييد 47 دولة من أصل 48. بداية كيف ترين هذا الاختيار، ثم بعد ذلك كيف سيؤثر ذلك على وضع مصر مرة أخرى في القارة السمراء؟ أعتبر أن مشاركة مصر هذه المرة هي عودة قوية ناشطة، محاولة لاستدراك ما فات، لأنه في بعد ثورة 30 يونيو تم تعليق عضوية مصر واعتبروا تغيير غير دستوري، ثم عادت مصر لتؤكد أن هناك تغييرات وأنها تمضي في الطريق الصحيح، والآن عضوية مصر في مجلس الأمن والسلم الأفريقي وترأسها للجنة المناخ وتفاوضها نيابة عن القارة الأفريقية في قمة باريس، كل هذه الأمور وتحركاتها الآن النشطة مع الزعماء والقيادات الأفارقة أعتبر أنه نشاط سيؤتي أكله، لأنه في التقارب والتعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية فوائد كبيرة تجنيها مصر، لأنه هذا هو عمقها الاستراتيجي الذي يجب أن تركز عليه، والذي هو سيكون ظهير بالنسبة لها، والذي أيضا سيحل لها كثير من المشكلات. هذا التقارب والتعاون والتنسيق تحتاجه مصر وتحتاجه الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب الذي تعاني منه مصر الآن، وتعاني منه أيضا شقيقاتها الأفريقيات، وليس هناك أحد بمنأى عنه. مصر طرحت رؤيتها بالنسبة للإرهاب وقالت أنه يحتاج إلى معالجة شمولية، ليس فقط عبر المعالجة الأمنية، وإنما هو يحتاج أيضا إلى التنمية، يحتاج إلى إتاحة الفرص للشباب وللمجتمعات، وأيضا إلى مقارعة الفكر بالفكر. وأعتقد أنه مصر لديها ما تقدمه، لأنه الآن الإرهاب للأسف هو باسم الدين الإسلامي والإسلام منه براء، ومصر بلد الأزهر والذي يقدم فكرا وسطيا معتدلا، تستطيع أن تقدم الكثير في هذا المضمار. هناك أيضا المقترحات المصرية التي قدمتها بالنسبة للتنمية والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا مواجهة التغير المناخي، هذه المقترحات أيضا قوبلت بالموافقة والإقرار من الدول الأفريقية، وهناك مساعي كثيرة تستطيع أن تقدمها
تقدمها مصر من خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي، تستطيع أن تقدم كثير من أجل إحلال السلام في جنوب السودان، وقد قدمت له في السابق وهي قريبة منه وتستطيع أن تتعامل مع الأوضاع بشكل جيد، وأيضا في مجال بروندي وهي أحد دول حوض النيل واستقرارها أيضا يهمنا. طيب فيما يتعلق وعلى ذكر حوض النيل، مصر الآن في إطار المفاوضات والحديث عن سد النهضة، ولا نريد أن يعني نقول أنها أزمة، ولكن هناك بالفعل مشاكل حول موضوع سد النهضة، وأنت وصفتي أن مشاركة مصر هذه المرة تعد عودة قوية إلى مصر مرة أخرى إلى إفريقيا. كيف يمكن استغلال هذا فيما يتعلق بسد النهضة؟ كيف يمكن أن ربما يعطي ذلك زخم لمصر ودعم لمصر من قبل الكثير من الدول الإفريقية في مفاوضاتها في سد النهضة؟ نعم، مصر تحتاج إلى التفاهم، تفاهم موقفها وتفاهم أنها ليست ضد التنمية لأثيوبيا أو لأي من شقيقاتها في حوض النيل أو في الدول الأفريقية، وأنها حريصة على التعاون وتمتين العلاقات معهم. كانت القمة فرصة للقاء رئيس السيسي مع نظيره رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، وتم الاتفاق على مزيد من الاستثمارات المصرية في أثيوبيا. تعهد الرئيس الوزراء الإثيوبي بأن يتفهم الموقف المصري وأن يكون هناك دفع لخطوات التعاون في مجال قضية سد النهضة. أعتقد أنه مزيد من التقارب، مزيد من التنسيق، مزيد من التفاوض هو السبيل الوحيد الآن بين مصر وأثيوبيا للوصول إلى حل وسط. مصر لديها مصالح عليا لا تستطيع أن تفرط فيها، وحصتها المائية هذه هي بالكاد تكفيها بل تريد زيادتها ومضاعفاتها، وأثيوبيا يجب أن تتفهم ذلك وأن تقدر اليد التي تمتد إليها الآن بالسلام، وليس لدينا إلا أن نتفهم أيضا المشاعر الأثيوبية والمصالح الأثيوبية. هم يريدون التنمية ونحن لا نعارضها، كل ما نريده أن نصل إلى حل وسط. وأعتقد أنه المفاوض المصري المسلح والمدجج بكل الحجج والأسانيد وأيضا بكل أدوات الضغط وكل الوسائل الناعمة يستطيع أن يصل إلى حل وسط مع أشقائنا في أثيوبيا من أجل الاتفاق على الملء والتخزين وعلى تعظيم فوائد سد النهضة لمصر ولأثيوبيا وأيضا لجيرانها السودان ومصر وغيرهم من دول حوض النيل، وتقليل الخسائر التي يمكن أن تنجم عنها. طيب تعتقدي أنه في إطار اللقاءات التي تابعناها، لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما بالكثير من الزعماء الأفارقة على هامش هذه القمة، سيكون هناك المزيد من التعاون ربما في الفترة القادمة؟ لأن ربما كانت الصورة النمطية عن الدول الأفريقية أنه ما الذي يمكن أن تقدمه الدول الأفريقية لمصر؟ ما الذي ستستفيده مصر من التوجه إلى أفريقيا؟ بل بالعكس، هذه دول تعاني من الكثير من الاضطرابات، من الكثير من المشاكل، لا توجد بها الكثير من التنمية، لديها الكثير من المشاكل الاقتصادية. ما الجدوى من التوجه مرة أخرى إلى أفريقيا؟ ربما هذه هي الصورة النمطية. نعم. لدى الكثير. هناك فوائد جمة تجنيها مصر من العودة إلى جذورها، العودة إلى قارتها، هذه القارة التي هي عضو أصيل بها وكانت مؤسس لمنظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الأفريقي، وكانت مساندة لكفاح شقيقاتها الأفريقيات في الخمسينات والستينات من القرن الماضي. الآن تستطيع أن تتعاون معهم وتجني الكثير. ما الذي يأتي بالصين وكوريا والمستعمرون السابقون فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، كل هذه الدول ما الذي يأتي بها إلى أفريقيا؟ أفريقيا هي المستقبل، هي قارة الإمكانات الواعدة، ويجب أن ندرك ذلك في مصر. ليست هي فقط قارة الفقر والمرض والجهل والتخلف، هناك كثير يمكن أن تجنيه مصر بالعودة إلى قارتها والتعاون مع شقيقتها، وأن نوقف الاضطرابات حتى في الدول المحيطة بنا، لأن هذه الاضطرابات تمتد إلينا. أي اضطراب في دارفور أو جنوب السودان يعود سلبا علينا، أو الصومال أو حتى ليبيا المجاورة أو مالي، كل هذه الدول هي الحزام الذي يحيط بنا، ويجب أن نضمن سلامه وأمنه، ويجب أن نساهم في ذلك من ناحية، ومن ناحية أخرى نستطيع أن نجني كثير من الفوائد الاقتصادية بالتعاون مع هذه الدول
التي نحن الأقرب إليها، أقرب من الصين التي يقطعون ملايين آلاف الأميال ويأتون، نحن الأقرب ونستطيع أن تكون الفوائد أكبر، تكون لعملتنا وجود أكبر، يكون لمنتجاتنا وجود، يكون أيضا لنا أصوات تدعمنا كما حدث في مجلس الأمن، عضويتنا لمجلس الأمن الدولي. كل هذه الأمور هي نجنيها ونجني غيرها، ويجب أن يعود للمواطن المصري والمثقف المصري وللنخبة المصرية إدراكها بأهمية أفريقيا التي توجه إليها الأباء الأوائل في خمسينات والقرن الماضي وقبل ذلك أيضا، منذ قدم التاريخ وفجر التاريخ كان هناك علاقات وثيقة لمصر بغيرها من شقيقاتها الأفريقيات، ويجب أن نستعيد هذا الدور لأنه هو الذي هذا هو مجالك الحيوي الذي يجب أن تعتمد عليه. إذن هي فوائد اقتصادية وفوائد أيضا سياسية وفوائد الأمن المائي، الأمن بمفهوم الشامل، الأمن الغذائي. نعم بالطبع. طيب، على ذكر الأمن السياسي أو الفوائد السياسية وصوت أفريقيا في المجتمع الدولي، من ضمن الانتقادات أيضا التي واجهها روبرت موغابي لبان كي مون هو تمثيل أفريقيا في المجتمع الدولي، تمثيل أفريقيا في الأمم المتحدة. ربما كانت كلمة بان كي مون التي جاءت قبل كلمة روبرت موغابي البعض يراها كلمة بروتوكولية لا تخرج عن نطاق الدعوات بضرورة النهوض بالقارة السمراء وضرورة التنمية بالقارة السمراء. أيضا كلمة بان كي مون كيف تضعيها في نعم. في أي سياق تضعيها؟ نعم، كما قلت هي كلمة بروتوكولية. التمثيل القارة الأفريقية، هذه القارة الكبيرة 54 دولة تحتاج إلى تمثيل أفضل في الأمم في مجلس الأمن الدولي. الجنوب كله، العالم الثالث، وتريد كلهم يجب أن يكون لهم تمثيل أفضل، ولا ينبغي أن تكون العضوية الدائمة في مجلس الأمن تقتصر على الخمسة الكبار فقط. أين صوت الهند، وأين صوت اليابان، وأين صوت أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا؟ هذه القارة الكبيرة يجب أن يكون لها تمثيل أفضل، وهذا هو ما يسعى إليه الآن الأفارقة، ويطالبون بعدالة دولية حتى في التمثيل في المنظمة الدولية. برأيك ما الخطوات التي يجب أن يتخذونها حتى يحصلوا على هذا التمثيل الذي يناسب القارة السمراء بكل إمكانياتها بكل مواردها؟ نعم، هناك الآن دعوات كبيرة لإصلاح الأمم المتحدة، وأعتقد أن الدول الأفريقية هي من أكبر المنادين بهذه الإصلاحات والعاملين عليها لكي يكون هناك تمثيل أفضل لهم. طيب، على بالعودة مرة أخرى إلى مصر وعودتها إلى أفريقيا، تابعنا أيضا في السابق قيام مصر، أو مصر كانت تمثل القارة السمراء في قمة التغيرات المناخية. كيف رأيتي أيضا هذا التمثيل؟ كيف يمكن أن تدعم مصر هذا الاتجاه فيما يتعلق بالطاقة، ونحن نعيش عصر هناك سعي دائم لإيجاد بدائل للطاقة وأزمات في الطاقة؟ نعم، رئيس السيسي في كلماته في القمة الأفريقية عرض مشاركة مصر في قمة المناخ وما والمطالب التي طالبت بها مصر لإنصاف القارة الأفريقية التي تجني حصاد الدول الكبرى والدول الغنية، والتي يجب أن تساهم الآن، وطالب بمساهمة 20 مليون دولار أو مليار دولار، هذا ما تريده مصر لتمويل المشروعات في القارة الأفريقية بالنسبة التي تعاني من انبعاث درجة الحرارة، زيادة درجة الحرارة والتغير المناخي، وأيضا لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة في القارة. وأعتقد أن هذا هو حق الدول الأفريقية التي نهبت ثرواتها في السابق والتي تعاني الآن وتجني حصاد السياسات السيئة في التعامل مع المناخ من الدول الغنية، والتي يجب هناك حق للدول الأفريقية ويجب أن تعترف به الدول الكبرى وأن تساهم فيه، وخصوصا أن هناك كثير من السياسات التي تتعامل بطريقة سيئة مع الدول الأفريقية وتجعل بعضها هو مكبات للنفايات لبعض الدول الكبرى أو للتغيرات المناخية تنعكس عليها، وبالتالي هناك حاجة لتعويض هذه الدول عن السياسات السيئة للدول الكبرى في السابق والآن في الحاضر. طيب، تابعنا أيضا كلمة للرئيس الفلسطيني بالأمس السيد محمود عباس أبو مازن، وهي ليست المرة الأولى
الدولة التي يشارك فيها في القمم الإفريقية ويلقي كلمة، وترحيب شديد من قبل المشاركين. ولكن البعض قد ربما يرى أن هذه أيضا ازدواجية في المعايير، لأن الكثير من الدول الإفريقية ترتبط باتفاقيات تعاون وشراكة مع الجانب الإسرائيلي. نعم بالطبع، لكن وجود الرئيس أبو مازن في القمة الأفريقية هو وجود رمزي يؤشر ويشير إلى عدالة القضية الفلسطينية التي طالما ساندها وأيدها الزعماء والدول الأفريقية في السابق، ووقفوا بقوة إلى جوار الحق العربي في الحروب وإلى جوار مصر والدول العربية وهي تخوض معاركها مع إسرائيل في 73 وقبلها وبعدها. لكن بالطبع الأجواء تغيرت منذ ذلك الحين وحتى الآن، واستطاعت إسرائيل التوغل والتغلغل إلى كثير من دول القارة الأفريقية بأساليبها التعاون الاقتصادي والفني وإرسال خبرائها. وفي نفس الوقت كان هناك انقسام عربي بعد كامب ديفيد، وكان هناك ضياع أو انقسام حتى فلسطيني الآن، وتراجعت القضية الفلسطينية لأنه أصبحت هناك قضايا أخرى في العالم العربي. أعتقد أن العرب هم مطالبون هم بالتوحد خلف القضية الفلسطينية وجعلها قضيتهم الأولى ورمزا لعدالة قضيتهم، و إشارة أيضا إلى إرهاب آخر موجود في المنطقة، ليس فقط الإرهاب الجماعات الإرهابية المنتشرة في القارة الأفريقية والدول العربية، لكن أساس الإرهاب هو الإرهاب الإسرائيلي الذي أنشأ دولة. وأعتقد أن العرب يستطيعوا أن يكسبوا تعاطف الأفارقة إنهم تعاطفوا مع أنفسهم ومع قضيتهم وقدموها بشكل جيد. إذن بالتأكيد هي الكثير من النقاط والكثير من الموضوعات التي كانت مطروحة هذه المرة على طاولة القمة، والتي جاءت تحت شعار حقوق الإنسان أو كانت ترفع شعار حقوق الإنسان، ويبقى ترجمة هذه المواقف وترجمة هذه المناقشات وما أسفرت عنه هذه المناقشات ترجمتها على الأرض للنهوض بالقارة السمراء. الأستاذة أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من المشهد. جد اللقاء يتجدد، إلى اللقاء.